الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طلابي الأعزاء من الصف الأول، كيف حالكم؟ أرجو أنكم بخير وصحة. أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس. اليوم إن شاء الله نحن ندرس الكلمات العربية من السورة ونكون هذا ونكون الكلمات بحرف باء. في الدرس الماضي نحن كوننا 4 كلمات، وفي درس اليوم إن شاء الله نكون 4 كلمات أخرى، فنتقدم إن شاء الله. مراجعة. أولا نحن كوننا بحرف باء باب، وبنت، برتقالة، وبطة. كوننا 4 كلمات. نحن الحمد لله تعلمنا ونستطيع الكتابة حفظا. نبدأ الدرس اليوم. اليوم أنتم ترون صورة، وهذه الصورة يعني هذا الشيء في هذا الموسم، يعني في موسم الحرارة، لذيذ ومفيد جدا للناس. هذا يقال باللغة العربية بالتيخن، بالتيخن، بالتيخن. هذا يقال باللغة العربية بالتيخن، 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 بالتيخن. ثم ترون صورة فيه بومة، بومة، بومة. هذا يقال باللغة العربية بسعة، وبالتيخ هذا يقال باللغة البنغالية ترمز، وبومة يقال باللغة البنغالية بسعة. نحن من اليوم إن شاء الله ننسى بسعة وننسى ترمز، نقول عندما نرى هذه الأشياء العربية، يعني عندما نرى بالتيخ نقول بالتيخن، وعندما نرى بومة نقول بومة. بومة، 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 بومة. ثم ترون صورة فيه معلق سبورة، الشيء الذي نكتب عليه، ويقول هذا الشيء سبورة، 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 سبورة. ثم ترون يدا وفيه قلم، يعني هو في اليد قلم، يعني يكتب، ليكتسي، ليكتسي، يكتب، ليكتسي، يكتب، 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 ليكتسي، يكتب، ليكتسي، يكتب، 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 يكتب. ماذا درسنا اليوم؟ بالتيخن، 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 بالتيخن. درسنا بومة، 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 بومة. درسنا سبورة، 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 سبورة. يكتب، 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 يكتب. جمعت 4 كلمات في صفحات. عندهم تنظرون وتكتبون وتقرؤون، تدرسون، تراجعون، تذاكرون، وتتمرون.
بتيخن بومت صبورة يكتب 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 بتيخن بومت صبورة يكتب. بعض الطلاب جدد عندنا، فلهذا أنا كتبت على الصورة التلفز بالبنغالية، ليس بنغ هذا كلمة عربية لكن تلفز بالبنغالية، الكلمة العربية تلفز، كتبت التلفز بالبنغالية، إنما التلفز الذي يسمع ولا هو يفهم هذا عربي لا يقول بنغ، ولكن للسهل للسهل أنا كتبت تلفز بالبنغالية. بتيخة 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 بتيخة. وبومة بومة بومة بومة. صبورة 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 صبورة. يكتب 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 يكتب. هكذا تدرس الآن جمعته. بتيخة بومة يكتب صبورة. هذا التمرين، الآن نتمرن تمرين. يعني بطيخة بطيخة تكتب هكذا على الكراسة فقط العربية، تنظر إلى الصورة وتكتب عربية بعطى يا خاطى بطيخة بعطى يا خاطى بطيخة. بومة 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 بومة. صبورة 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 صبورة. يكتب 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 يكتب. بين العربية من الصورة، هذه الصورة ماذا يقول بالعربية؟ بطيخة. هذا يقول ماذا يقول بالعربية؟ بومة. هذا ما يقول بالعربية صبورة، وهذا ما يقول بالعربية يكتب يكتب. هكذا بطيخة صبورة يكتب بومة بطيخة صبورة يكتب بومة. كثير من المرات تقول تنظر إلى الصورة تقول العربية تكتب العربية إن شاء الله. بطيخة صبورة يكتب بومة. شكرا لجميعكم، نلقى إن شاء الله في الدرس القادم، فجزاكم الله خيرا أحسن الجزاء، أرجو أنكم تكتبون وتدرسون جيدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.